تمام. في حاجة واحدة ناقصة، الفيلا اللي كان قاعد فيها عم عبد الله، لو أمكن يعني لو لسه خايف على عمرك إنك تتنازل عنها. والمين؟ كريمة وبناتها، مرات عمي وبناته، ريتال وزينب وشهد. وبالتوكيل اللي معاك من شريكك تقدر تمضيلي على التنازل ده. أنا مستغربك أوي يا حسن، عمري ما شفت واحد الدنيا كلها تبقى تحت رجليه وبين إيديه ويقول لها لأ. أنا واحد زاهد في الدنيا، ما تشغلش بالك. أنت زاهد في الدنيا؟ طب خلي الكلام ده حد غيرك يقوله. أيوة صح، ما تنساش تطلق نعيمة. لا هتطلقها، ورجلك فوق رقبتك. اقول لك هتطلقها دلوقتي عشان نخلص من الحكايه دي، اصل انا الصراحه ما عنديش وقت وعندي حاجات كتير قوي لازم اخلصها. وعلى اي اساس بقى عايزني اطلقها؟ مزاجي كده. الله، حق عمك وانت خدته خلاص، مالكش عندي حاجه تاني. لا ليه يا اخوي. اخوك؟ أخوك مين؟ والد نعيمة، بكرة الصبح يبقى عندنا في البلد. ومين قالك إن والد نعيمة يبقى أخوك؟ اللي أنت فاكر إن أخوك ده مش أخوك، وبأسأل نعيمة وهي هتقولك. وكده اللي بيني وبينكم انتهى، أنتوا خدتوا اللي ليكوا وأنا بقى آخد اللي ليا. نعيمة تخصنا أنا، ما تخصكش أنت، وما تقربش منها تاني. أنا رديت الدين اللي عليا وخلاص، وإحنا دلوقتي بقينا زي الفل. لا أنت ليك عندي حاجة ولا أنا ليا عندك حاجة، اتفقنا؟ خلي لك دول. انا هعمل اللي قلتلك عليه يا شهد. ومين قالك ان انا هوافق؟ ايه عايزه امي تتبهدل على اخر الزمن بعد اللي عملته علشاننا؟ مفيش حد قالها تتبهدل، بس على الاقل سيبيني اشوف حل. مفيش حل غير اللي انا قلته. مفيش حاجه اسمها مفيش حل، بس سيبيني اشوف مخرج قانوني. شهود؟ نجيب شهود؟ لا 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 يا فوزية، لا أنا مش هجيب ناس تاني وأدفع عليها فلوس عشان تحلف كذب، تحلف يمين الله كذب. لا مش هعمل كده. أنا اللي قلت لسينا تموت محرم، ولو سألني القاضي وحلفني يمين الله هقول الحق. مش عايزة أغضب ربنا تاني، عايزة يرضى عليا. نفسي أرجع كريمة بتاع زمان. كل واحد فينا عليه ديون كتير قوي، وأنا ديوني أكتر منكم. نفسي أنضف زي الأول. نفسي أرجع كريمة اللي كانت لما تشوف حد غلبان ما تقفش وتكتف إيديها. كريمة اللي عمرها ما رضيت بالظلم. لا يا فوزية، لا مش هعمل كده. لا هو انت
عايز ايه بالظبط؟ عايز تموتنا؟ ما تموتنا تنخلص على الاقل كده احسن ونرتاح. اللي هتخرج من هنا حيه هي اللي هسيبها تعيش. ما اصل انا مش هستفيد حاجه من موتكم انتوا الاثنين. اه والله كفايه ان اخد طاري من واحده فيكم بس. المسدس كده جاهز على الضرب وفي طلقه واحده. فاللي هتاخد روح التانيه فيكم هتخرج من باب الفيلا والباب تحت مفتوح وكاني عمري ما شفتها. فالله يا بنات ربنا معاكم. جود لك. بالتوفيق. وبعدين انت هتفضل متعصب كده؟ واللي انت قلتيه ده ايه؟ معلش يا حبيبي ما هو ابوك هو اللي اتجوزها، اكيد كان شايف فيها حاجه احنا مش شايفينها. يا زينه دي جايه تنصب علينا. يا مروان افهم كلامي، نعيمه دي لا بتهمنا لا من قريب ولا من بعيد، وبعدين هي ما عرفتش تاخد مننا حاجه، يعني اللي عملته زيه زي قلته. وبعدين محروس ايه اللي يجي يتكلم معاك ده؟ ما انت عارف ديته هو عاوز له قرشين. على فكره انت لازم تشوف حل. محروس ده لازم توقفه عند حد، كفايه اللي عمله مع عمتي. يعني انت رايك ان احنا نسيبها؟ بصراحه انا شايفه انه ملوش لازمه الكلام معاها خالص. انساها يا حبيبي. عندك حق يا زينب، كلامك موزون. تغور في 60 داهيه عشان تعرفي بس ان انا بسمع كلامك، ان انا راجل متحضر مش دكتاتور، والراي الزين انا باخد بيه. ربنا يخليك لينا. يلا بينا نمشي عشان نوح. ايوه ماله نمشي، مع ان الجو جميل والدنيا حلوه وانت معايا، وماحي كاني ماسك الدنيا وما فيها. بس معلش انا بردان. ده انا وقلع عليك صوابع عشان تتدفي عليها. يا حبيبي انت سلامه صوابعك، بعد الشر عليك. ايوه كده كلام الحلو يمس قلبي. والله يا زينب بفكرني زمان لما كنت صغير، أنا بشرب كوباية الشاي أم نعناع وبسمع أم كلثوم وهي بتقول أنت عمري. ما أنت عمري يا عمري. يلا يا زينب نروح. يلا يا زينب. عادل عاوزنا إحنا الاتنين ناكلوا في بعض. ارمي الزفت اللي في يدك ده وتعالي نقعد ونتكلم أحسن. المفروض عليا يعني إن أنا أملك أنت؟ لا أنت مأمونة بالنسبة لي ولا أنا مأمونة بالنسبة لي، بس هنعملوا إيه؟ ما أنت السما، انت سبب في كل القرف اللي احنا فيه ده. كان لازم تروحي وتعترفي له يا شيخه، حرام عليكي. سوء الظن هو اللي عمل فينا كده. وانت اللي ملاك بجناحات، ما انت بلغتي عني وكنت عايزه تموتيني. ما هو من عمايلك، عمايلك السودا هي اللي عملت كل ده فينا. عملت ايه يعني؟ ما هو السواد اللي جواكي طافح على وشك يا شيخه. اه جوايا سواد، ولو طلت هشرب من دمك، ولو السلاح اللي في يدك ده كان في يدي كنت هاخد روحك. هيحصل ايه يعني؟ هتسجن وماله؟ هتشنك؟ يا ريت، انا بحلم بالموت كل ثانيه. اضربي يلا اضربي اضربي. حرام عليك مش مهم السلاح، تعرفي اخد روحك بيدي يا ريت. اخد روحك بيدي. هتموتيني انت، هتستفيدي ايه دلوقتي؟ هتستفيدي ايه يا شيخة؟ عارفة المسدس ده لو كان فيه رصاص بجد؟ انا كان زماني خلصت منك ومن قرفك. عرفتيني يا شيخ؟ حرام عليكي. أنا متأكدة إن لو كان في إيدك كنت هتعملي نفس الحركة الوسخة اللي أنا كنت عاوز أعملها. هو أنت عايزة يا نادية؟ عايزة فلوس؟ أنت عايزة ميراثك يعني من مهدي؟ ميراثك من محرم؟ هديهولك يا شيخة،
هديهولك بلا قرف. مفيش مشكلة اللي انت عايزة خدي. حتى اللي في بالك مش هيحصل. مش هيحصل خالص. اللي هو ايه؟ السجن. السجن وحبل المشنع. انسيهم. اوعدك ان انت هتنسيهم خالص. هتنسيهم من حياتك. بس عارفة بقى يعني عارفة يا نادي عشان ده يحصل لازم نعمل حاجة مهمة قوي. ها لازم نخلص من عادل. عادل بيعذبنا. هو مش عايز يموتنا ولا حاجة. هو بيعذبنا بس. هو بيلعب لعبة وحش. لعبة وسخة قوي. بيلعب بأعصابنا. وأنا مش حامل ده. أنا مش حامل ده خالص صراحة. أنا هخلص منه. هخلص منه قبل ما يخلص منا. وأوعدك يا نادية من غير ولا نقطة دم على ايدينا. على فين يا لبنى؟ رايحة فين يا حبيبتي؟ هو انت كمان بتسألني انا رايحة فين؟ لا انا بقى اللي عايز اعرف انت ايه اللي مقعدك هنا لحد دلوقتي. ده بيتي انا. انت اللي تطلع بره. برضو جعجعة زيك زي محرم الله يرحمه بالظبط. هو برضو كان صوت وزيطة وزنبليطة وحاجة ما في ايه وفي الاخر ينزل ولا حاجة زي البالونة المنفوخة بالظبط. قوليلي حسن عمل معاك ايه؟ ريتال طردتك مش كده؟ هو انت عايز ايه؟ منك انتي انا مش عايز اي حاجة. يا بنتي انتي صعبانة عليا. انتي غير كل الناس بالنسبة لي. لكن الاتنين اللي فوق دول انا هاخد حقي منهم كويس اوي. ريم ونادية؟ ريم ونادية حقي. وحق بابا. زي ما انت عايز تاخد طر ابوك انا كمان عايز اخد طر بابا. وكل واحد غلط غلطة يشيلها. صح ولا انا غلطانة؟ ريم غلطت. حطت ايديها في ايد واحده ولا تسوى من بيت عقارب. واول ما هتعض هتعض ايديها هي. افهم من كده ان ريم عمتك مش فارقه معاكي خالص؟ انا ما يفرقش معايا غير نفسي وترى ابويا واللي جاي. اي حاجه تانية ملهاش اي اعتبار عندي.